صلاح الأخبش. يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي؟ يا ليالي يا ليالي يا ليالي خبريهم إني ما جيت ما نسيهم، خبر الظالم بحالي. يا ليالي يا يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا سي الحمد لله. وانا كنتصل بك غير خصك تاكسبتي. سي الحمد لله وطالع اكسبتي، راني صيفط لك الانفيتاسيون. راك تسمعني دابا؟ كنسمعك سي علي ولكن ما كنشوفكش. ما كنشوفوكش، كنسمعوك وما كنشوفوكش. وي سي علي. ما كيشوفنيش. كتسمعني ما كتشوفنيش؟ لا ما كنشوفوكش، حنا محتاجين اننا نشوفوك اكثر ما نسمعوك. عين عين. بشوف بشوف. جيب الكاميرا. الكاميرا فين راه؟ ماشي طاح. ها؟ شي مبارطاجي لها ولا تهون؟ لا. هيدا ولي شوف. La pagaille, le bazar. Chez LG, nous avons pensé. وي سي علي. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالسي علي. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك. وغير التليفون يكون مزيان سي علي من فضلك. بدايه كنشكرك على تقبل الدعوه واخا ما كناش موجودين لهذا اللايف. كنشكرك جزيل الشكر على تقبل الدعوه سي الحمداوي. نقصوا شويه الموسيقى. وي السلام عليكم خويا الرامي، لاباس عليك؟ السلام سي علي، لاباس عليك؟ العائله بخير؟ الله يطول عمرك، انت مزيان؟ لاباس بارك الله فيك. صوت صوت راه ناقص شويه. دابا كتسمعني؟ شويه ما مجهدش بزاف. ودابا؟ وشويه مزيان احسن من قبيل. سي علي بدايه كنرحبوا بك على صفحه قضايا توريت وكنشكرك على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها. الله يبارك باش انك كتبين مدينه دبدو، ونقدروا نقولوا بان مدينه دبدو كتبان وطنيا وحتى دوليا، حتى كيتنظم المهرجان اللي كتسهر عليه نتايا. هذه نقطه كنسجلوها عليك. الله يبارك سي علي. بعد بدايه كنحيوا الفريق الوطني اللي قام باداء مهم اليوم. لا الحمد لله. علاش كنقولوا المسؤولين غير سمعوا لصوت الشعب، من يهضر الشعب صوته سمعوا له. كاينه هاد المره سمعوا لصوت الشعب، ها هو وقع التغييرات جذريه في الفريق الوطني والحمد لله عطات الاكل ديالها. داك الشيء اللي بغينا كاع. كيف حال سي علي؟ الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك، الله يعطيك الخير.
امين بارك الله فيك. سي علي قدم لنا نفسك، لان كاين مجموعه من الناس اللي ما كيعرفوكش في مدن اخرى. نعم، علي حمداوي، رئيس جمعيه عين اشبيليه للفنون الشعبيه، عضو الرابطه الوطنيه للفنون الشعبيه باكادير، منخرط في المنظمه الدوليه انالين الاورو متوسطيه للحوار بين الثقافات، رئيس جمعيه جهه الشرق للتنميه، وفاعل جمعوي وفنان. نبداو بالبدايه بتاريخ دبدو وندخل للجمعيه، ولا نبدا بالتاريخ ديال الجمعيه؟ سي رامي. لا غير باش نكونوا باش ننظموا النقاش سي الحمداوي. نعم. هذا النقاش غادي يكون فيه، انا في نظري يكون فيه جزئين، الجزء الجمعوي وواحد الشق جمعوي وواحد الشق سياسي، لان انت كجمعوي كتمارس السياسه. لا سي رامي، دخلتي للانتخاب. سي رامي ما كنمارسش. نعم. السياسه، ما منخرطش كاع في الاحزاب السياسيه. لا ماشي مشكل، حنا غادي نهضروا بصفه عامه وغادي نسلطوا الضوء على كل ما هو جمعاوي. مرحبا. الجمعيه ديالك فوقاش تاسست سي علي بالضبط؟ جمعيه عين اشبيليه للفنون الشعبيه تاسست في 30 دو جابير 2003. و انت هو اللي اسستها سي علي؟ اسستها انا وواحد الاخ الله يرحمه سميتو المختار حمداوي، كان توفى، وواحد الفاعلين جمعويين في المنطقه. للإشارة. نعم. للإشارة، الأخ ديالكم رحمه الله، وهذه بعدا باش نترحموا عليه اليوم، الأخ المختار الحمداوي كان مناضلا في صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. نعم. وناضل آنذاك من أجل قضية لافارين، الفارينة هذيك لوكيتها، باش رجعت 100 درهم. هذا السي المختار رحمه الله كان يقف ويناضل مع الجماهير الشعبية بمدينة دبدو ومع المسحوقين والمسحوقات بالمدينة آنذاك. نعم. كنترحموا عليه ونتمناوا له الجنة إن شاء الله. السي علي تفضل. قلت لك جمعية عين سبيلية للفنون الشعبية تأسست 30 جابر 2003، وقد شاركت هذه الجمعية في محطات ثقافية ومهرجانات، منها المهرجان الدولي بسلطنة عمان، ومهرجان قبلي للتمور بتونس، وشاركنا في عدة لقاءات وندوات، منها بإشبيلية شارك ممثل الجمعية اللي هو الأخ قدو الحمداوي، اللي كان شارك في 2013 مع مؤسسة منظمة الثقافة الثلاث بإشبيلية، وكذلك في مؤتمر سوسة حول التعبير الفني في المناطق الهشه. وهذه الجمعيه هذه اللي شاركت في بزاف ديال المهرجانات الوطنيه داخل المملكه وخارج المملكه، وما زالت كتنظم مهرجان اللي هو مهرجان العلاوي السنوي، اللي كانت الدوره ديالو 16 السنه، ونظمنا مهرجان هذا العام السنه هذه اللي هو مهرجان تافرنت الامازيغي العاشر، بشراكه مع المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه وبدعم من وزاره الثقافه. هذا هو المهرجان اللي شاركت فيه 33 فرقة تحيدوس من جميع المناطق ديال المملكة. سي علي انت كتشتغل سنة باش توجد النهار. نعم. علاش زعما؟ انا غادي في دولة. نعم. في دولة تحترم الشباب، في دولة بها مسؤولين يمثلون الشعب اللي خصهم يدعموا الشباب، علاش سي علي الحمداوي ما يشتغلش غير شهر في السنة باش يدير داك المهرجان؟ علاش يشتغل طوال السنة؟ نعم السي رامي، أنا غادي نعاود لك كيفاش وقعنا. تخيل من شهر واحد وحنا كنجريو باش ننظموا مهرجان. كنقسم لك بالله، كناخذوا الملفات نحطوهم في السفارات ديال الدول العربية ولا الأجنبية ولا في الرباط في جميع المؤسسات ديال الدولة، يلاه كيعطيونا جوج. أما الجهات الشرقية كنحط في جميع المؤسسات، لا في جهة الشرق ولا في المجلس الإقليمي ولا في العمالة، في حين ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كتساهم في تنظيم التظاهرات الفنيه والثقافيه، والمجلس الاقليمي حتى هما كيساهموا وكيعقدوا الشراكات مع الجمعيات، ياك؟ في حين اننا ما كنتلقاو لا دعم لا والو من الجهه الشرق، سوى وكاله الجهه الشرقيه اللي كانت كتدعم المهرجان ديال العلاوي. وكاله الجهه الشرقيه اللي هو الرئيس المدير ديالها السي محمد المباركي الله يجازيه بخير. اما المؤسسات اللي كنهضر لك عليهم تاع جهه الشرق، ما عمرنا تلقينا شي دعم مالي منهم. هذا هو المشكل اللي عندنا، ما عرفناش علاش. سي علي
الميزانية تصادق عليها في مدينة دبدو. الجمعية ديالك عندها وزن كبير، هذا الوزن كيتجلى في أنه الثقافة نتاع مدينة دبدو كتمشي وطنيا، يعني تاريخ المدينة كيمشي وطنيا في يوم واحد في السنة. هل المجلس الجماعي بمدينة دبدو ساهم ولو بشكل رمزي مع جمعيتكم التي تشتغل صباح مساء؟ تفضل. الاخ الرامي، غادي نقول لك انا غير واحد القضيه. نهار دارت الدوره ديال المجلس البلدي على حساب الميزانيه، ما برمجوش واحد القسط ديال المال للجمعيات الثقافيه بالمدينه، ما عرفناش علاش. اما ملي كتطلبهم رئيس المجلس الجامعي اللي كيساهم يجيبه، كيعطيك يجيبه. لا 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 لا، دابا السي الحمداوي باش نكونوا متفقين، دابا اي واحد كيقدر يعطي من جيبه. نعم، دابا تخصصت واحد الميزانيه لجمعيه وفاق دبدو نتاع 70,000 درهم. لا احنا ما عطاوناش، ما برمجوناش، احنا الجمعيه لا الثقافيه ما دابا هو برمجت حتى يعطي، واحد. دابا يعطي من جيبه ولا ما يعطيش، هذا الشيء كاع ما خصناش نقولوه، لان هذاك الشيء كيخصه هو، وهذاك الشيء كيديره لله. احنا نتحدث عن واقع المدينه وثقل الجمعيه. هل المجلس الجماعي ساهم بصفته كمجلس جماعي في هذا المهرجان؟ الاخ الرامي، احنا اللي كنقولوه كنقولوه قدام الناس وما كنكذبوش. المجلس الجماعي حطينا واحد طلب اتفاقيه عقد شراكه ياك مع المجلس، ولكن الموظف ديال المجلس البلدي كيجاوبنا بواحد الجواب ان الجمعيه هذه تكون عندها منفعه عامه، وهي هذا الشيء كاع ما كاينش في القانون. اي سيدنا الله ينصره كيقول لك على الجامعات المحليه والجامعات الاقليميه ولا الجهات انهم يعقدوا شراكه مع الجمعيات لا الثقافيات ولا الرياضيه ولا تاخذ الدعم ديالها. في حين اننا تفاجئنا بواحد الرساله جات من المجلس الجامعي انه كيقول لك خصها تكون عندها المنفعه العامه، ولكن حنا ماشي كنلوموا رئيس المجلس، كنلوموا هذاك الموظف اللي كتب ديك الرساله، لانه كنقولها وكنأكد انه خص ضروري التكوين لهاد الموظفين هادو اللي ما كيعرفوش يكتبوا هاد الرسائل هادو. ما عرفش حتى القانون لا. وكاتب لنا رد علينا برساله، فهمت؟ لا لا سي الحمداوي، باش ما نلوموش، نكونوا موضوعيين. دابا اليوم احنا راك غادي نتحاسبوا على هاد الكلام اللي كنقولوه، ما كنخافوا حتى من واحد، وحنا غير الاشاره. بعض سكان مدينه دبدو نحن نعرف الاشياء كثيرا. ودابا انا علاش كنتكلم مع مجموعه من الاشخاص على المدينه؟ دابا كيقول لك ينشر الفتنه بعضهم، علاش غادي ننشر انا الفتنه؟ واش واحد اللي كيقول الحقيقه ويتكلم على ما يقع في مدينه دبدو غادي ينشر الفتنه؟ والا كاين شي واحد كيقول الصراحه، هي دابا غادي نوقفوا هذه الصراحه. لا ولكن لا احنا هذا الشيء ما كيخوفناش، لا احنا سنواصل سنذكر الصغيره والكبيره، ومازال هناك مفاجآت كبيره في ملفات خطيره بمدينه دبدو اللي غادي نتحدثوا عليها. مرحبا سي الرامي. ما غادي هذيك المدينه، هذيك المدينه والله ما نطلقوها حتى تقاد، وفين ما بغات توصل توصل، واخا الاجساد ديالنا كاع تمشي فيها، كاع هذيك المدينه ماشي مشكل، مرحبا. سي ولكن الرامي، مستقبل المدينه نعم، ومستقبل تاريخ المدينه غادي يبقى في ديك المدينه، ونحن ابناء المدينه. انا هذه رساله موجهه لبعض الاشخاص اللي كيدخلوا، انا ما اترد عليهم بديك الطريقه الهستيريه نتاعهم اللي كيسبوا العائلات ويسبوا الاشخاص، لان انا تربيت في واحد البيئه اللي علمتني انني نتواصل مع الشخص ونتبادل معه الافكار، ولكن الفساد سنتكلم عليه صباح مساء. اليوم الجمعيه نتاع السي علي الحمداوي كتقوم بمجهودات جباره، علاش المجلس الجماعي ما كانتش من عنده واحد الرده نتاع الفعل ايجابيه باش يمول هذا المهرجان؟ لماذا؟ هذا سؤال مطروح. نعم السي الرامي، غير باش نفهمك واحد القضيه. راه مني كانت الدوره، حضرت انا في الدوره، الاعضاء بعض الاعضاء بلا ما نجبد اسمياتهم ما قدوش يهضروا مع الرئيس في الجلسه باش يقولوا له دير لنا الجمعيه الثقافيه، شي يبقى يقولوا دير لنا الاورديناتورات، شي يقول له انا كنعرفهم. دابا راه كيكتبوا كيقول قول السي علي يجاوب ويقول يقول. انتم فرضوا روسكم، علاش ما كتفرضوش روسكم في المجلس؟ وانتم اعضاء كيخافوا، ما عندهمش الجراه،
ما كيقدوش هاد السير الرامي. إلا أنا عضو وخصني نفرض راسي ماشي نبقى نهضر في الزنقة ونهضر في القهاوي، واش راك فاهمني؟ خصك تدافع عليا أنا خصك تدافع عليا أنا كفنان. هو كيدافع غير على راسه ما كيدافعش على الفنانة ولا كيدافع، وأنا كنعرفهم كلهم. راه فاتوا في تجربة شحال هادي من سنة وراني كنعرفهم. كاين الناس اللي فيهم الحسد السير الرامي، كاين المسؤولين اللي فيهم الحسد. ما يقدش يعرف تخيل السير الرامي أعرف. انا غادي نعاود لك السير الرامي بعد العمال ديال صاحب الجلاله الله يحفظهم. حنا ما كان نطعنوا حتى في واحد وما كنضربوا حتى في واحد، كاع الله يعمرها دار. ولكن واحد فيهم عيط عليا واحد العام بعد المهرجان، هو عزيز بوينيان. عرفته هو العامل الوحيد اللي عيط عليا من بعد المهرجان وقال لي شكرا لانك اعطيت واحد القيمه لمدينه دبدوب عبر الوسائل الاعلام وطنيا ودوليا. هذا هو العامل اللي كان عيط لي ياك. والعامل العامل هذا الله يجازيه بخير تا هو كان عاوننا بدعم مالي، هذا اللي راه في توريط الله يكثر خيره. وزيد عليه واحد العامل الله يكثر خيره تا هو كان عاوننا، المعطي البقالي. العمال ما كنهضروش عليهم، ولكن اللي كنهضروا عليهم هما المنتخبون بحال رئيس المجلس الاقليمي، بحال علاش ما رئيس الجهه، علاش زعما حنا واش حنا في الجهه واش ما كنمثلوش الاقليم ديالنا، ما كنمثلوش البلاد ديالنا، ما كنعطيوش قيمه هادو السي علي. هادو ما يديروش معنا هادو السي علي، حنا ما كنطعموش فيهم اخويا. السي علي رسالتك للمجلس الجماعي بمدينه دبدو اولا فيما يخص تمويل المهرجان. شوف السير الرامي اسمح لي، رساله الى رئيس ورئيس واعضاء المجلس الجماعي. انا غادي نقول لك واحد الكلمه باش تكون بالك. السير الرامي راه سوى رئيس المجلس البلدي اللي راه واقف على دبدو باش يبغى اللي بغى ينتقل ولا يقعد. اخويا نوض تخدم نوض تجيب. انا كنقول الاعضاء نوضوا تحركوا، طلعوا للرباط، طلعوا سيروا جيبوا الدعم، سيروا جيبوا المشاريع، سيروا. انتم قاعدين تدابزوا في دبدو، غير دابزوا. اسو هذا قال فيا وهذا قال فيا وهذا قال فيا. شكون اللي مسكين، شكون اللي غادي يطيح في هذا المشكل؟ هو المواطن المغلوب على الامر ديالو، هو اللي راه وقع له هذا المشكل. نوضوا تخدموا، نوضوا ديروا يد في يد، نوضوا تحركوا. علاش هذا، علاش هذا الشيء راه واقع؟ راه الريحه عطات اخويا من دبدو خارج مدينه دبدو. دابا فين ما مشيت تجلس يقول لك مال هاد الناس، مال هاد الناس، مال هاد الناس. لا هذا موقف يحترم السي علي، الى هذا الشيء اللي كتقولوا احترموه 100%. هذا راي ديالك يحترم وانا ندافع عليك باش تقولوا، ولكن السؤال المطروح السي علي الى الرئيس خدام والاخرين ما خدامينش، ماذا تغير في مدينه دبدو؟ السير الرامي انا غادي نقول لك واحد الكلمه. انا شوف انا ما دخل لا في السياسه اليوم ما حتى حاجه. انا لا 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 شوف انت كمواطن غيور على هذه المدينه هذه، كنقول لك ان المدينه ماشيه في واحد المسار مخير ياك. كاين بعض الحويجات، بعض المشاريع اللي جات من قبل وخرجت للوجود، دابا راه كتنجز ياك السير الرامي. منها الترميم ديال القصابات، منها الترميم ديال المدينه القديمه، منها هذا الشيء ديال الشارع، ولا المسائل اللي راه اليوم في طور الانجاز وكتصاوب. انا غير كنقول واحد القضيه السير الرامي، اننا خصنا نديرو يد في يد ونتعاونوا جميع، راك فاهمني. ولكن هاد الصراعات اللي راه واقعه، هاد الصراعات اللي واقعه حق الله على العظيم ما بقينا نقدروا نجلسوا حتى مع واحد. دابا ملي كتجلس مع الاخر الاخر كيغضب، ومن تجلس مع ذاك الاخر يغضب. ولكن حنا اللي كنعرفوا ان الرئيس المجلس البلدي دابا هو اللي راه خدام، صافي. هادشي اللي كنعرف انا دابا. اما الاخرين ما كيدافعوا علينا، ما كيدوها فينا. ما عمر شي واحد ناض وقال لهم هاد الفنانه في دبدو ولا هاد الفرق الفنيه ولا هاد المهرجان ديال دبدو. دابا سي علي انا دابا غادي نتكلم عليك، انت غادي نتكلم عليك ياك. غادي نتكلم عليك. الرئيس خدام مزيان، الجمعيه ديالك ما تمولتش من طرف الرئيس اولا. ثانيا انت سي علي انا عندي معلومات انهم قطعوا لك الماندا، انت اللي عندك وزن في المدينه. انا غادي نعاود وكتقول لي خدام. شوف لا ما يمكنش. شوف سي علي باش نقول لك المجلس الجماعي ما كيخلصنيش انا المجلس الجماعي. عرفت ولكن الرئيس كتقول لي قطعوا لك الماندا، ما قطعوهاش المجلس الجماعي. هذا المشكل اللي وقع. لا عرفت. غادي نعاود لك كيوقع لهذه المشكله السير الرامي باش تفهمني. انا هذه 16 عام وانا مقابل دار الشباب، اللي مبلعه. عرفت اللي مبلعه 20 سنه ما تفهمش. عرفت
عرفت رئيس رئيس المجلس الاقليمي بتوريد، عمر شي رئيس المجلس الاقليمي قطع لي المنظر. رئيس المجلس الاقليمي بتوريد كيقول لك اسيدي من العماله، هما اللي قالوا له ريضها له، وانا عندي شهاده عمل وغادي نلتجا للمحكمه الاداريه وغادي نلتجا للجرائد الوطنيه والصحافه وما غاديش نسكت، وكاين سلطات في الرباط غادي نتحرك ونمشي عندهم، لان هذا ظلم. ابدا هذه مزيه من جبت هذه المساله هذه، هاد الناس تعدوا عليا لا ضروري. شوف السي علي، قطعوا لي راتب شهري هذه 9 شهور ظلما وعدوانا. السي علي وسببه هو رئيس انا غادي نقول لك والعماله. السي علي هاد البرامج اللي كنديروها كنفضحوا فيها كل شيء. اتناني وجد انت عندك وزن بالمدينه وعندك قيمتك بالمدينه وتسهر على في جمعيه وتناضل في جمعيه، تناضل ثقافيا في جمعيه. جاء الرئيس الجديد، رئيس في مدينه دبدو اللي ينتمي لحزب الاصاله والمعاصره، ورئيس المجلس الاقليمي الذي ينتمي لحزب الاصاله والمعاصره، ربما لا كان رئيس المجلس الجماعي بدبدو كان له دخل في هذه القضيه. نعم لا يمكن ان نقول العكس. علاش قلت لك السي علي الحمداوي؟ علاش قلت لك السي علي الحمداوي؟ دابا العلاقات الشخصيه نخليوها. وافهمت. دابا كنتكلموا على الواقع. السي علي الحمداوي تقطعت عليه المنظر، لا ربما جاء هاد الحوايج جات من رئيس المجلس الجماعي الذي ينتمي لحزب الاصاله والمعاصره. السر رامي، هذا تساؤل مطروح. السر رامي، وقفوها لي حسدا من الحسد غير حسد. ولكن رئيس المجلس الاقليمي كيقول لك العامل هو اللي قال لي رضا. انا كان ما كنحشمش، ومشيت عند السيد العامل وجلست معاه وقال لك منين تدوز الاوراش غادي ندير لك شي حل. الاوراش دازت وراني كنتسنى. هذا ظلم ظلم، هذا ظلم، هذا كبير داروه في حقي. انا انسان وطني وكنخدم على الصعيد الوطني والدولي وكنتعامل مع الناس بزاف، والناس كيعرفوني والفنانه ديال المغرب كلشي كيعرفوني، ولكن من جيت رئيس المجلس الاقليمي تعدى عليا بزاف. هذا تعدو كبير بعدا كنقولها لك. شوف شكون اللي نغزو، شكون اللي قال له دير له ودير له ودير له. ولكن رئيس المجلس الاقليمي كيقول لك العماله هما اللي قالوا لي وقفه، حيدوك من الليطه ديال العماله، هذا الشيء اللي كيقول لي. السي علي الحمداوي. نعم. انا اقول لك الصراحه. مرحبا. الا بغيت تسمع الصراحه. شخص مسؤول بمدينة دبدو، مسؤول ما غاديش نذكر السمية نتاعو، تدخل ظلما في حقك وقال لرئيس المجلس الإقليمي أن هذيك المنظمة ما خصهاش تبقى عندك لأن عندك دار فيها ثلاثة على زيتاج. كاينة. نحن اليوم نقول الحقيقة وندافع على الشباب. كاينة. ما كاينش اللعب. ولكن شكون هو السرامي؟ ما غاديش انت تعرفه احسن مني، ولا وانت كنت في الانتخابات، ولا ربما اشتغلوا ضدك ناس في الانتخابات، لان انا التساؤل كنطرحه كل نهار. نعم. مي كنفكر في مدينه دبدو، كيفاش السي علي الحمداوي يسقط في مدينه دبدو؟ كيفاش السرامي؟ انا غادي نقولها صريح، خدموا ضد السرامي في وسط الحي ديالي وصافي، ما غاديش نقول لك شكون، ولكن خدموا ناس ضدي. شوف بلا ما نطيحوا لهم الهضره ولا ندفعوا لهم الهضره، عارف راسهم. لا هذوك راهم عارفين روسهم، دوك اللي خدموا ضدي عارفين روسهم، خدموا ضدي في الحي ديالي باش ما نفوتش. هذه باش نقولها لك صافي. ودابا هذه هي الامور السي علي اللي خصها تعرف لا جهويا ولا محليا. هاد الناس اللي خدموا ضدك السي علي، واش غير باش يخدموا ضدك باش يعكسوا لك على في العمل الجمعوي نتاعك، ولا عارفين بان علي غادي يخدم وما بغاوش يخدم؟ يعني ما السبب الحقيقي؟ السر رامي، انا غادي نقول لك واحد الكلمه واسمح لي. كلشي عندهم الديور، كلشي عندهم الديور، كاع عندهم الديور، كاين اللي عنده 3 4 5، انت راك عارف هاد الحوايج. بنينا دويره احنا والعائله، العائله فيها 16 واحد، واسمعني، فيها 16 واحد. في حين انهم مشاو الرئيس المجلس الاقليمي وقالوا له ودي السيد راه طاطا ما طاطا طاطا، عرفت. ومشى الرئيس المجلس الاقليمي عند العامل مشاو للعماله وقالوا له كذا وكذا. المهم هو كما كيقول الرئيس المجلس الاقليمي ان العماله هي اللي حيدتني من الليطه ديال الخلاص، والله اعلم هذا الشيء اللي كاين. وانت راك عارف اخويا الرامي، راك عارف يمكن شي حاجه.
أنا عارف التفاصيل وأعرف المسؤول الذي تكلم مع رئيس المجلس الإقليمي، وعارف المسؤول. دابا هذا هو التساؤل اللي كان طرحوه، علاش زعما ربي يخلصوا السير رامي. وبعدا يتخلص هذا بعدا في انسان، الدنيا. هذا اللي دارها انسان جبان وماشي راجل. شوف دابا حنا كنقولوا، انا كنقولها من الانتخابات حتى لدابا. سي علي، نعم انت راك حضرت الانتخابات حضرت، في مدينة دبدو. حضرت سي علي، تفرقت الفلوس ولا ما تفرقتش؟ اخويا شوف انا ما حضرتش. لا شوف شوف انا والله ما حضرت لا لا فرنك، انا والله ما شفتهم سواطه، والله ما شفت. انا قلت لك لا فرنك، لا انا مشيت الحي ديالي ما عرفتش انا الفلوس واش تفرقت، والله ما شفت. انت في نظرك، انا والله ما شفت. فين واه انت في نظرك، زعما كاع هذيك الاجواء اللي فاتت المدينه. انا بغيت نوصل معاك لواحد الخلاصه. ومرحبا. انت في نظرك، انا تكلمت مع السي قدور وكونفيرما لي بان الفلوس تعطات في الانتخابات. الله اعلم، انا السي رامي لا دخل لي في هذا المجال. انا غير لا مشيت ما معك في هذا يمكنش. الطرح. انا اللي كنبغي هو المجال الفني، هضر لي على المجال الثقافي، المجال الفني، ومشي معك في الطرح. المجال الفني. هضرت لي على الخلاص، لا هضرت لي على الخلاص ديال المجلس الاقليمي. انا عارف، اللي خروضوا، وعارف اللي مشاو الرئيس، وعارف كذا، والرئيس مشى للعماله وطرح عليهم قال لهم واش نوقفلو كذا، راه طاطا بطاطا. هاد الناس اللي داروا هاد الاخرى فيهم الحسد، فيهم البغض، وفيهم الكراهيه. هادشي اللي كاين. الا بغيت نكون انا وياك مزيان، ارجع لي للمجال الثقافي والفني نهضروا فيه، لان هاد الناس دابا راه اللي عارفهم كيغضبوا. الا هضرت شي هضره كيغضبوا. سي علي، اللي بغى يغضب ينطح راسه مع الحيط. دابا الماندا عندك مقطوعه، عندك 5 تاع الوديدات ما شاء الله. نتكلم على الواقع المر بمدينه دبدو. علاش حنا الشعب كندمروه؟ علاش واحد كيخدم خصنا نمشيو دائما نديروا له العكيله، وحق الرب، نعكسوا له؟ وحق الله العلي العظيم، السي الرامي الا كيبغيو يحطموا، اقسم لك بالله، اعرف عندنا الناس اعرف الجهه اعرف والاقليم، وعندنا حق الرب الا كيبغيو يدمروا ما كيحملكش. تخيل حنا كنخدموا، انا ملي كنخدم وكندير شي حوايج كبيره بواحد بجوج ريالات، ماشي حتى شي ميزانيه اللي كت بحال تاع الراي، ولا ميزانيه ديال اللي كيديروا مهرجانات كبار، ولكن كنخلقوا الحدث، كنعطي واحد القيمه للمنطقه، كنعطي واحد القيمه للمغرب ديالنا، للبلاد ديالنا. علاش كتحسدونا؟ ما عرفناش علاش. هذه اللي بقات فيا انا، وحق الله العلي العظيم السي الرامي الا كنحسب راسي في الشرق الى غريب. شنو كنقول؟ كنقول لكم عندي غيبتي وكوزينه في الرباط، نجلس تما وما نجيش نجلس هنا، لان هاد الناس ما بغاوش يتعاملوا معنا، ما بغاو يحترمونا، ما بغاو يعطيونا قيمه. ما عرفناش علاش اخويا الرامي، هذا هو المشكل. واحد القضيه مسيو علي نعم الحداوي، نتاع المسبح البلدي بمدينه دبدو، ماذا وقع بالضبط؟ ماذا وقع؟ المسبح البلدي بمدينة دبدو، نعم، لربما خداها، سمعت بأن تخدا من طرف واحد الجمعية من مدينة تاوريت، ماذا وقع بالضبط؟ خداتو شي جمعية بصح، هي اللي راه كتشتغل فيه دابا، ولكن كاينة شي تفاصيل أخرى ما عارفش. وعلاش هاد الجمع، علاش ما تكونش الجمعية في دبدو هي اللي تسير هذاك؟ ما فهمتش. يا أخويا، اسمع نقول لك، حق الله العلي العظيم ما عارف انا الحيتيات ولا المشاكل اللي كانت واقعه، والله ما عارف. انا والله العظيم ما عارف. يعني جا واحد السيد نتاوري تدخل لي رشاد داك لابيسين. انت راه يمكن عندك شي معلومات، اذا كانت عندك شي معلومات ولا فيها الخطا اعطينا نورنا نصحو، ما فيها عيب هاد الحوايج. لا، جمعيه جات من مدينه تاوري باش تسير واحد المسبح. لا راه كتسيروا علاش حنا من علاش ما تسيروا الجمعيه مدينه دبدو؟ سؤال مطروح. يا اخي اسم نقول لك اودي السي الرامي، احنا كاع ولاد البلاد، كاع ولاد البلاد، وكاع جمعيات في المنطقه، واخا جيت تم كازا وتشدوا لا عيب، ما فيها عيب، لان لا لا ما ماشي عيب. هاد الحوايج راه ولاد الاقليم، واش هما عاود لا ولكن مد... لا ولكن سمح لي يستافدوا، واش راك فاهمنا خويا الرامي؟ لا متفق معك 100%، لا متفق معك، غير بغيت نقول لك بان دبدو مدينه صغيره، خصنا نعطيو الفرصه للجمعيات اللي كاينه تما. ما كيتحركوش، ما كيهضروش، ما كيجريوش، ما حتى واحد شي وانت طلب. عندك جمعيه انت اخويا؟ ما يمكن ليش، انت عندك ما يمكن ليش السي الرامي، لان انا كنخدم في المجال الفني، راك عارفني المجال الفني والثقافي ديالي. اذا كنطلبوا منهم انا ما يديرون يديروا يديهم معنا، ما يسقوش يسمحوا فينا هذه اللي بغينا. واش راك فاهمني؟ ملي ما كيدعموك يعاونوك، انا قلت لك الرئيس عاوننا نجيبو، انت قلت لي ما ماشي، ما احنا الله يكثر خيره اللي عاوننا نجيبو، الله يكثر خيره. انا اعتقد غير راني نقول لك، ولكن انت راك تهضر، يعني خصو يكون دعم من المجلس الجامعي، ولكن المجلس الجامعي اللي بغى منطق يعطيك الدعم خصو يعطيك منحه، هما ما برمجوش
ملي قلت لك انا حضرت في الدوره ما هضرت حتى واحد على المجال الثقافي، ما هضرت حتى واحد سوى واحد. انا اعرف شوف سوى واحد هضر 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 مهدي بوزيدي اللي هدر كان قال هضر المهدي بوزيدي هو اللي كان هضر على المجال الثقافي ما كنشكروه، ولكن واحد القضيه ما خداوش المجال الثقافي بعين الاعتبار. انا جلست موقات فيا وقلت لواحد العضو في المجلس الاغلبيه قلت له ودي السيف لا راه ما هادشي راه ماشي حق انهم ما داروش واحد البركه للمجال الثقافي، واخا غير المنح واخا غير كذا، ولكن من صيفط لهم طلب اتفاقيه شراكه مع المجلس كيردوا عليا كيقول لك خصك تكون عندك ذات المنفعه العامه وهي، وهذاك الرساله خطيره ما خصهاش تكتب بديك الطريقه، لان كانت جمعيه قبل ملي كان ملي كانوا الاستقلاليين ملي كان شاد المجلس الاستقلالي كانت جمعيه كتاخذ الفلوس بعقد اتفاقيه شراكه، يعني هذا هو القانون. الا ما بغاوش يديروا معايا اتفاقيه شراكه يديروها مع جمعيه اخرى، معليش انا ماشي السي علي دابا الموظف. السي علي دابا الموظف راه غير تملى عليه القرار وصافي، انا في نظري ما يمكنش الموظف غادي غير يخلط ويكتب، ولكن واخا يتملى عليه واش يكتب ديك الكتبه؟ راه واحد الكتبه ما يكتبهاش حتى اللي يقرا التحضيري، باش انت تكتب لي رساله وتقول لي فيها انك خصها تكون عندك ذات المنفعه العامه، المنفعه العامه كاينه عند جمعيه ابو رقاب. من كتب الرساله؟ من كتبها؟ من كتب الرساله؟ راه مكتوبه من المجلس الجماعي. لا الاسم، الاسم من كتب؟ ما موقعش فيها رئيس المجلس، هذه ما موقعش دايرين فيها غير الكاشي ديال الجماعه. تخرج ايوا راه ما يمكنش تخرج اصاحبي الرساله بدون موافقه رئيس مجلس الجماعي. هذا هو هذا هو المشكل. انا راني دابا كنقولها حتى الرئيس ما قلتهالوش، راني دابا كنقولها الرئيس راني ما قلتش هاد الهضره كاع. راه عنده الخبر، ما يمكنش تخرج شي حاجه من المجلس الجماعي بلا خبارو. والله اعلم اخويا الرامي، والله ما عارف هادشي اللي كاين. دابا حنا غير السي بن عماره كيقول لك جمعيه عين اشبيليه للفنون الشعبيه كان لها دور كبير في التعريف بالمورود الثقافي والفني للمنطقه اكثر من المجالس المنتخبه المتعاقبه بزاف. هذا حنا كنشوفوا الدبدوب في التلفازه مره في العام، شفناها هاد المره من جاو عند علي الحمداوي. نعم غادي تنوض انت وغادي تقطع له الماندا، عنده خمسه نتاع الدراري، يا ايها الفاشل يا ايها الحقار بالصح يا ايها المتهور بالصح. انا كنهضر مع مجموعه من الناس دابا وفي التالي كتضحك ودير راسك يعني بحال ما كاين والو وتمارس السياسه على علي الحمداوي اللي هو انسان كينشط في واحد الجمعيه وباغي يعكس الثقافه نتاع المدينه على برا. حق الله الا عارفهم كلهم اللي هضروا مع رئيس المجلس الاقليمي، كنقسم لك بربي اللي عارفهم، ولكن انا عندي واحد العقليه ما كندخلش في الناس ونضرب في الناس، لان علاش كيقول قطع العرز قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، هما بغاو يدمروني بواحد الطريقه في شكل كاع كانت مبنيه فهمت، ولكن رئيس المجلس الاقليمي رئيس المجلس الاقليمي انا كنقولها له دابا وراه كيتفرج ماشي ذكي، كوا كان ذكي يقول لهم لا واخا حتى قالوها من العماله كاع يقول لهم السيد راه خدام واش راك فاهمني لافير علاش يدخل معاهم في هذا الحي. ولكن انت الرساله جاتك من دبدو؟ نعم الرساله الرسالة وراني عارفة منين جات، عارفة السر رامي بلا ما نزيدو نهضرو، عارفة منين مشات، عارفة ما نزيدوش ندخلو في التفاصيل. دابا هذا هو السر رامي، انا كنحشم انا هكا داير انا كنحشم، ولكن في حقي ما كنحشمش لان ما غاديش نسكت لهم، راني باغي ندير الاجراءات ديالي القانونية وكاينين الناس ديالنا غادي نطلع عندهم، ولكن غير راني كنهضر الناس عارفهم اللي هضروا، مشات مدبدو مشات في جهات انا عارفهم السر رامي، ولكن راني مخليهم الله سبحانه وتعالى، ولكن انا ما غنسمعش في حقي. لان اللي دارها شحال تكل الميزانيه؟ نعم ميزانيه المهرجان ديالك شحال؟ هذا سؤال ما تقدر تقول لي ما تقدرش تجاوب عليه. ماشي انا غادي نقول لك علاش ما كنبغيش نقول على حساب، لان الناس كاين الجهات اللي كاين الداعمه ما كيبغوش هذه الهضره اخويا الرامي. داكور والله العظيم ما كيبغيو، دابا الا هضرت لك لا ماشي مشكل اسمه كاين اسمه كاين السي الرامي هذوك الجهات كيغضبوا صارك فاهم هكا داير اخويا الرامي، ما كنبغيش نهضر في التفاصيل ديال الجهات الداعمه، الله يكثر خيرهم الله يجازيهم بخير. احنا كنقولوا علاش زعما احنا قلت لك انا الناس اللي عاونونا، انا قلت لك العامل هذا ولا العامل اللي مشى ولا العامل اللي كان قبل المعطي البقالي الله يكثر خيرهم كاع العمال كيدعمونا وكيعاونونا، ولكن المجالس المنتخبه من مجالس اقليميه وجهات ما عرفتش علاش طلبتهم وصفت لهم وليت تذكير درت تذكير ودرت حق الرب العالي ما جاش حتى واحد يحضر فيهم.
سي علي دابا انت ما بقيتش منتمي سياسيا صافي؟ حق الرب العلا خويا ما بقيت منتمي عمري ندور بها اقسم لك. لا دفعت استقالتك؟ ما كنتش كاع منخرط، ما دخلش الحزب. انا عمري دخلت منخرط هكا بالورق رسمي، لا غير هكا دخلت الانتخابات جاو خدموا ضدي وانا عارفهم شكون هما، خرجت بحالي مشيت بحالي صافي. خدموا ضدي وضد خويا باش ما يفوتش، وضد الاخ ديالي توا خدموا ضده وكتبوا به لواحد الناس ديال فرنسا وداروا مشاكل كبيره كاع، ولكن عارفهم كلهم بالاسماء. لقينا حزب كينتميو هادو بلا ما نقول السر، رامي شوف كيغضبوا خليهم راه ما عارفين روسهم. دابا راه اللي بغى يغضب غير شوف، دابا راه يتفرج راه عارف راسو، هو خصو الضمير ديالو يأنبو، راه عارف راسو شكون اللي كتب به، كتب الفرنسيين وشكون اللي خدم ضدي هنا في الحمري، شكون اللي خدم ضد خويا في الملاح. لان حنا ناس كيعرفونا ولا تبدو ناس فاعلين وناس عندنا نيشان بحال البور. لو كان دخلنا وكنا في المجلس كاع الناس ما يخطاها الخير، وكان حنا خدامين مع الناس وكنجريو مع الناس عارفين هذه الامور هذه، ولكن هما بغاو يدمرونا باش ما نزيدوش. ها انا غادي نشوف اسمو غادي يكون صافي. يعني هاد الناس متواجدين حاليا في المجلس الجماعي على حسب الكلام ديالك؟ كلشي من العراق، كلشي راه معروف، السر معروفين. المرحوم سي نعم. عبيدي رحمه الله. نعم رحمه الله الروح الطيبه. هل كان مهتما يعني بجمعياتك وبتمويل الجمعيه يعني في اطار حتى هو المجلس؟ اشوف المهم بدا ما كان احترمه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه. حتى هو كان لا يهتم بجمعيتنا، كان لا يحتمل جمعيتنا. باش نقول لك نيشان السرامي ما كنحشمش، الله يرحمه الله يجعله في الجنه ان شاء الله، لا هو لا اموات المسلمين، ولكن حتى هو كان يعطي الجمعيه وحده ديالهم حنا ما كانش يعطينا سوى المنح ديك 3000 درهم 4000 درهم، ما كانش يفوت لنا 2000 درهم 1500 درهم صافي. يعني والامور لا زالت مستمره. لماذا في حق جمعيتك؟ علاش ما كيبغيوش الفن؟ علاش ما كيبغيوش الفنانه؟ علاش كيحاربوا المجال الثقافي بدبدوب، في حين انك تلقى مستشار ديال سيدنا الله ينصره كيصيفط لك رساله ويقول لك شير امين، يكتب لك رساله من الديوان الملكي وكيقول لك راني فرحان اللي استدعيتوني، وكما كنتش ماشي في مهمه خارج الوطن نجي نحضر معكم. باش انا كنحترم الناس الكبار الله يعمر لهم الدار. فيما كان شي واحد صغير ناقص دعوه الشر. وسي علي فين راه دابا البرنامج الانتخابي نتاع الرئيس اليوم تاع حزب الازهر والمعاصره اللي كان ينادي؟ يا خويا شوف انا احترم الرئيس واقدره واقدر جميع الاعضاء. واسمع ودي انا كنحترم الاعضاء ديال المجلس البلدي وكنحترم الرئيس ولا دخل لي في مشروعه ولا بغى يخدم ولا شي شغله. سي علي نعم كيفاش شغله؟ راك انت مواطن دبدوب يا صاحبي. شنو غادي نقول له؟ انا اللي بغيت نقول لك ما فهمتنيش. دابا هاد الناس خرجوا في الانتخابات كيطبلوا ويزغرتوا ويرميوا الورق ويقولوا الناس غادي نديروا فين راه المديره؟ اخويا اسمو نقول لك ثقافي كاع السي الرامي هو ترى رئيس الحكومه دابا حاصل مع المغاربه حركة رئيس الجامعة وغي يسمح لي. حسب الميزانية تصير من كاين اللي عنده ظروف، راه كاين المجلس اللي الميزانية ما دخلش، كاين اللي رمز عنده مشاكل، كاين اللي عنده احنا عاوتاني ما نفرضوش عليهم. بدو ماشي راه كاليفورنيا بلدية ديال كاليفورنيا راه فيها ويسمح لي السر رامي. احنا عارفين ان البلدية فيها جوج ديال الفرنك بحرا كيخلصوا بها الموظفين، واش راك فاهمني هذه القضية؟ ما عندهمش مداخل السر رامي، عندهم جوج قهوات، وحده راه بلعت في عين سبيليا وحده راه خدامه برا. ولكن اللي كنقول لهم ان الاعضاء يتحركوا، علاش كيضلوا جالسين في القهاوي؟ ينوضوا يطلعوا للرباط ينوضوا يجريوا، حتى الرئيس راه كيجري. انا بلا ما ربما ما عطيهمش ماشي نشوفوا فيه غير السلبيات ونشوفوا فيه حتى الايجابيات السر رامي. لا ما كان ما انا هذاك السيد سيقد رئيس المجلس الجماعي ما كان ضربش فيه كشخص، انا اتحدث عن مستقبل المدينه، تهمني اكثر من شخصيه مستقبل المدينه. ان مستقبل المدينه السرامي انهم يديروا يفيدوا يخدموا هاد الصراعات السياسيه الخاويه ما بغيناهاش. حنا كنحترموا جميع الاعضاء، انا قلت لك انا كنحترم جميع الاعضاضاء. لا دابا الله يعمر لهم الدار ولاد خويا ولاد بلاد السرامي. السي ولكن لقات هكا الصراعات السياسيه ما بغاتش البلاد تدير لقدام. هادي علاش نهضر انا، هضرت لي على الميزانيه، قلت الميزانيه ضعيفه، ميزانيه راه ما عندهمش ضعيفه. انا
ضعيفه مزيان ضعيفه مزيان ونعطي لجمعيه الوفاق 7 مليون. السر راه ما وصلهم حتى فرانك على ما سمعت انا كاع. لا واقيلا ما واقيلا ما وصلهم حتى فرانك لحد الان. ما هادشي اللي كنقولوا الدراري اصحاب الوفاق، ولكن كان عليهم حتى المجال الثقافي يديروا له حقه. ان راه حنا درنا تظاهره وطنيه، راه حضروا الناس في جميع المناطق ديال المغرب، راه هذوك الناس سفراء ديال بلادهم، وحنا عاود كنكونوا سفراء ديال بلادنا خارج خارج الوطن وداخل الوطن. ما عندناش ترونسبور، حتى ترونسبور ما عندناش السرامي ديال الفرقه، ترونسبور ما عندناش، وعندهم ترونسبور في المجلس البلدي دايرينو غير المجال الرياضي، حتى المجال الثقافي ما دايرينوش. راه مصيبه كحله رحنا فيها. ايوا هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه. كيقول لك يعني غادي ندورو دوره، غادي ندورو دوره وغادي ندخلوا المجال الثقافي. في الترونسبور عندنا مشاكل، راه كنتنقلوا السرامي فارغونيطات ديال المواشي، وراني كنمشيو لشي قرعه بكونه، ولا كنمشيو لشي بلاد، ولا كنمشيو للدار البيضاء، ولا كنمشيو لشي مهرجانات كبار، كنلقاو الناس جايين اصاحبي جايين بترونسبورات فيهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وحنا جايين فارغونيط فيها الشياه والريحه ديال الغبار. السرامي حاشاك، وراه ما بغاوش هاد الناس ديال الجهه ديالنا من عمالهم. راه والله الا مرضونا الا تم بربينا كلقيت كوزينه كوزينه وبيت في الرباط حق الربح حتى ندي ولادي ونطلع، والله انا ما نقعد نهار. هو هذا الشيء اللي كنتكلم لك عليها سي علي، هذا الشيء اللي كانت دابا هذه رساله موجهه شنو هي الرساله الاولى اللي توجهها للمسؤولين كل شيء مدينه الدبدو؟ اللي كان وجهها للمسؤولين انهم يعطيو قيمه لهذا الفن وهذا التراث، ويحافظوا على هذا الموروث الثقافي ديال المدينه، ويعطيونا قيمه، يعطيونا بغينا يعطيونا غير قيمه، هذا هو اللي بغينا. واش حنا جايين من سلطنه عمان والمجلس اللي كان سابق ما دارناش حتى تكريم؟ مشينا لتونس ما عيطوناش ما دارولناش حتى تكريم وشكرونا؟ انا قلت لكم سوا واحد سوا، قلت لك عامل اللي فات الله يجازيه بخير هو اللي كان هضر معايا في التليفون من الديوان، قال لي شكرا 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 شكرا, شكرا على المهرجان اللي درت وراك عرفت بالبلاد وكذا. ولكن كنقول لك حتى الاخرين لا هذا الحالي ولا اللي مشى الله يعمر هذا كيعاونونا كيدعمونا كيستقبلونا كيوقفوا معنا، ولكن المشكل اللي باقي فيا ان المنضه ديالي ريضت وانا عامل وعندي شهاده العمل خصهم يردوها لي. كنلتمس من السيد العامل الله يجازيه بخير يتدخل في هذه القضيه، لانه هو اللي كيمثل صاحب الجلاله وكيحمي رعايا صاحب الجلاله بالاقليم، انه خصو يتدخل في هذه القضيه ويضغط على رئيس المجلس الاقليمي يرد لي المنضه ديالي، وهذا هو اللي كنبغي انا. والرساله عاود كنوجهها لاعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس البلدي انهم يبرمجوا في الميزانيه ديال هذا العام هذه للمجال الثقافي ويشوفوا اللي كيخدم يعطيوه، اللي ما كيخدمش ما يعطيوهش. حنا ما قلنا لهم تعيب، وبغيناهم بغينا عاود المجلس الجامعي يتصالحوا بيناتهم. هاد الصراعات هذه اللي راه واقعه ما عجبتناش ودا السرامي يتصالحوا ويخدموا. والله الدراري الله يعمر هذا كلهم لا اتحاديين ولا اصحاب البام، الدراري الله يعمر هذا والله ما بغيناهمش يبقاو في هاد الصراعات، كنقسم لك بالله. سي علي نعم، الانتخابات دارت في دبدو ياك؟ نعم دارت. شنو الحصيله نتاع السي علي كجمعوي بالمدينه؟ شنو تزاد في المدينه اليوم؟ اليوم ما بين الانتخابات واليوم شنو تزاد بالضبط؟ شوف السي الرامي، اسمو نقول لك كانت مشاريع اخويا الرامي، كانت مشاريع تنجزت، ولكن راه دابا ولكن باقي داك الشيء ديال الزفت مازال ما داروش، الضو مازال ما دارش، القصبه هذه المدينه القديمه اللي عطى انطلاقه ديالها صاحب الجلاله اللي ترمي من الملاحات وقفت على الاشغال، ما عرفتش علاش رموا شي حاجه وخلاو الاكل، ما عرفتش علاش راه موقفين الاشغال. وحتى الشركه اللي كانت شاده دبدو شاده البودرون شاده راه واقفه على الاشغال، كيقول لك بما ما كملت القصبه غادي راه مقرب يكملوا الطريق ديال القصبه ويطلقوا الزفت. هادشي اللي كنسمعوا من الاخبار، ولكن اللي كنتسائل عليه ان المشروع ديال الترميم اللي عطى الانطلاقه ديالو صاحب الجلاله بوجده ياك راه واقف، هذاك المشروع ديال الترميم ديال الملاح ولا الحياة العتيقة القديمة راه واقفة خويا الرامي، ما عرفناش علاش. يعني حتى حاجة ما تزادت في المدينة اخويا. اسمو نقول لك دابا راه يلاه قلت لك تخدمت تروطوارات تخدمت اخويا الرامي اخرى، ولكن مازال ما كاين والو، راه ما كاين والو لحد الان، ما عرفناش الاسباب. لا ما عرفناش الاسباب علاش كاينه مشاريع في الورق
راه المجلس البلدي ورانا بزاف ديال المشاريع اللي كاينه بحال السوق باغي تخدم بحال كاين حويجات اللي راه بيتصاوبوا دابا ولكن كاين المشاريع الكبيره مازال متعطره ما عرفناش علاش والله ما عرفنا علاش لان ما كندخلوش في هاد الحوايج ديالهم التستثمير ما كاين حتى شي مستثمر اللي وفين راه ديك انا سمعت الناس دابا كانوا يقولوا في الاول غادي نجيبوا المستثمرين وغادي باش نخدموا لولاد المدينه اين هم اخويا الرامي اسمو نقول لك والله العظيم انا بعدا غسلت راسي من هاد الحوايج كنقسم لك بربي وبعد لان علاش حتى انا ساهمت في داك الشيء قلت لهم غادي نجيبوا مستثمر من نجيبوا البرنيشي البرنيشي انا كنقسم لك بربي اخويا الرامي ما نكذب عليك الناس راهم كيسمعوا دابا راهم كيلاحظوا حق ربي الا هضرت مع البرنيشي هاتفيا بوكس كورونا قال لي السي حمداوي قال لي خليها تفوت قلت له الله يجازيك بخير كما فتحت في المريجه وفتحت في توريت مصنع درنا واحد المصنع للعيالات باش يخدموا باش ننساو داك الشيء ما يبقاوش تابعين راك فاهم لافير يخرجوا من ديك العزله اللي فيها قال لي ودي خليها تفوت كورونا ونتواصل معاك ولحد الان مازال ما تواصلتش معاه كانت عندي مشاكل هذه بعدا انا مجهتي اما هما يتحملوا مسؤوليتهم داخل المجلس الى وعدوا الناس يتحملوا مسؤوليتهم هذه اللي كنقول لك ولكن كنقول لك ان الامور ان شاء الله غتكون زينه انا غادي نتفائل ان تبدو غادي يكون في حله زينه وجديده لان كاين مشاريع اللي غادي تكون ونطلبوا ربي ولكن اللي الا هي وزاره الداخليه صدق لهم الحويجات نطلبوا الله وإلا ما كانش وزاره الداخليه ما كاين والو الانسان دائما يخدم مع الداخليه اذا ما خدمش مع الداخليه راه غادي تبلوكيك وتخليك تما جالس دارك فاهم هاد الحوايج بيان سور ما رأي عليك كمواطن بمدينة دبدو فيما يخص المجال الصحي كمواطن ما كان سمعكش على أخويا راك حيت الميكرو دابا راك تسمعني اسمح لي تفضل دابا راك تسمعني باش نهضروا المجال الصحي في الرمي في أي مدينة كاين الخاصة لا شوف الله يخليك الله يخليك نعم. دابا دابا انا كنهضر لك على دبدو راه بعض المناطق فيها باش نكونوا باش ما بقاوش نكونوا سوداويين انا غادي ندخل عاود معاك نيشان بعض المناطق راه شي عروب راه شي بلايص في المغرب فيهم السبيطارات تبارك الله باش نكونوا متفقين باش ما نقولوش راه ما كاين المغرب كله راه كاين شي بلايص فيهم الصحه المجال الصحي مزيان غادي نهضر لك السرامي وغادي نجيك للواقع السرامي تفضل ما تسمعش للمغالطات ديال الناس في الشارع لان كاين بعض المغالطات وبعض الحوايج السرامي كاين طبيب واحد طبيب انا ما كندافعش عليه ولكن خمسه الجامعات على طبيب السرامي راه لا يعقل وهذا الشيء اللي راني نقول اسمح لي خمسه الجامعات على طبيب واش هاد الطبيب نقلعوا له رجليه نقلعوا له راسه ما يمكن انا بعدا كنمشي عنده كنقسم لك بربي واخا كيهضروا يقول لك راه كيشد ولا ما كيشدش الله اعلم انا كنقسم ما كنسمعوكش على اخويا صح لي راه عندي السرامي راك تسمعني دابا تفضل راك تسمعني كنسمعك دابا باش نقول لك اخويا خمسه الجامعات على طبيب راك تسمعني لان ما عندي هادشي ما مزيانش لا دابا كنسمعك مزيان قلت خمسه الجامعات على طبيب ما يمكنش خاصنا بزاف ديال الامورات خاص بيرمانونس خاص بيرمانونس الناس كتجي في الليل وما كتلقى حتى واحد اخويا الرامي راك عارف المشاكل واحد تعضو الفاعة واحد تعضو عقرب واحد يمرض كاينه مشاكل اخويا الرامي راه كاين بعد التوريث باش يولدوا واش راك فاهم لافير واه يعني كاين مشكل في الصحه في مدينه دبدو وكاين مشكل ماشي غير هنا حتى في توريث وفي وجده وفي المغرب كامل في المشي الصحي انا نهضر لك على دبدو السي علي نهضر لك على دبدو على دبدو ايوا شنو نديرو انا نقبضوا وزير ونقودوه نجيبوه بالسيف لدبدو راه خص طبيبه اخويا راه خص طبيب ولا طبيبه راه واحد ما يزيش اخويا الرامي راه كاينه مشاكل هو بالسيف اخويا كاينه اكراهات ولا ضروري خص طبيب اخر بحال انا البارح اخويا الرامي كنت في البريد كنت في البريد ياك غادي نعاود نقزك كنت في البريد لقيت شي ناس جايين يصاوبوا البريد لجنه جايه من فاس ولا من الرباط جايين يصلحوا البريد بقى كيقولوا نديروا يدي هنا نديروا يدي هنا قلت له السلام عليكم قال لي عليكم السلام قلت له خويا واش جايين تصلحوا البريد قال لي واه قلت له زيدونا غير موظف هو كنقعدوا جوج سوايع ثلاثه نعينوا هذا الموظف حتى يكمل كاين شي مره تقعد ساعه باش يخدم لك ورقه انتم جايين تصلحوا وزيدوا موظف بعد علاش تصلحوا خليوه غير كيما كان هكاك السبيطار خصو طبيب خص حويجات خص ماتيريال راك عارف اخويا الرامي
بعض الناس كتجي بالليل وما كتجي. واش الطبيب يخدم ليل ونهار؟ بزاف اخويا الرامي. دابا دكتور علي الحداوي راك تشوف قام مجموعه من الناس نعم بوقت الحجابية امام المستشفى بمدينه دبدو نعم شكايات في حقهم و شنو يقول السي علي؟ شنو نقول لك اخويا؟ كجمع انا غادي نقول لك واحد الكلمه واسمح لي كامل احتراماتي لذاك العضو اللي كان قائد ديال هذيك المجموعه كامل احتراماتي ليه هو عضو ديال المجلس كان عليه كامل يدخل في ديك الاعتصامات هو خصو يفكر المشكل بيديه يجمع الاطراف يجمع الطبيب يجمع السلطه يجمع ويديروا اجتماع ولكن باش انت يا عضو عارف الامور كيما راه ماشيه وماشي دير الاعتصام بدون رخصه انت تبغيها خويا الرامي انت عارف القانون لا ما كاينش دابا شي سبب ديالها هو الاعتصام بدون رخصه نعم شكاية عندها حيتياتها ولا ربما انت تعرف لا ربما هذاك الشخص نعم سي بن دحو ربما غادوا دار اعتصام نعم وقف احتجاجي وربما انت راك كنت تقوم بنفس الشيء تاع الاخوان ديالك السر رامي احنا وخوتي غسلنا يدينا على ذوك الاعتصامات وذاك الشيء احنا شوف ما بقينا حتى حاجه حنا كندخلوا نهضروا الهضره دي هكا حنا نهار اللي كنا اللي كانوا يديروا الدراري الوقفه ولا يدافعوا على السبيطار كان يقول الحمداوي شينين الناس ديال دبدو ما كيبغيوش بعضهم بعض واش راك فاهمني وكيبغيو يدخلوك باش هادي شينين راك غادي تسمحها السي علي ما حدش لا كيقولوها انا بعدا شوف خوتي قلنا لهم ريضوا ما بقاوش يديروا حتى حاجه حنا ناس وطنيا ما كنبغوش الفتنه ما كنبغوا لا صداع لا حتى حاجه ولكن باش ندخلوا بخيط ابيض نديروا مجهود ولكن انا دوك الناس مشاو يدافعوا حقا مشاو يدافعوا على المصلحه العامه ديال المدينه ولكن مشاو بدون رخصه وفي في حين انه كيقول انا على ما سمعت انا ما كنتش تما انا نطيحوا الهضره يتحمل اللي طيح شي هضره يتحمل مسؤوليته داكشي شغلهم اما احنا خاطينا منهم انت راك عارف الامور اللي قال شي هضره يتحمل مسؤوليته اخويا الرامي لا هذا الطبيب الذي يشتغل في مدينة دبدو نعم أنا لا أعرفه وكلام السي بن دحو ربما يحتمل الخطأ ربما يحتمل الصواب نعم والإدارة تبقى للساكنة مدينة دبدو وكل واحد يتحمل مسؤوليته إذا كان فعلا ذاك الطبيب كيشد الرشوة راه خصو يتحاسب أخويا الرامي شوف أنا غادي نقول لك واحد الكلمة أنت على الإشكالات السر رامي الخوف من الله السر رامي اذا كان هذاك الطبيب اسمعني نعم لان كاينين بعض المواطنين اللي كيقول لك ما كيشدش الرشوه وكاينين بعض المواطنين اللي كيقول لك كيشد الرشوه بحال دابا كاينه عارضه ياك في مدينه دبدو دابا كاين صراع دابا ولات هذه القضيه تاع الطبيب في مدينه دبدو ولات لعبه سياسيه علاش نسيتوا هذه القضيه علاش دابا ما نقولوش بان داك السيد بن دحو نمشيو للرهان الاكبر ونقولوا بان هذا السيد جاي اعتصم لحقاش بغى الميدان الصحي انه يزيد القدام بالمدينه علاش كنمشيو نديروا العكس ربما اخطا في كلمه او في اخرى السي بن دحو ربما كلنا كنغلطوا ولكن باش نبقاو نلفقوا التهم ونزيدوا ندفعوا شنو دابا زعما باش ندخلوا الشخص للحبس شنو هذا هو قطعنا اليوم الماندا للسي هكا غادي تكون الامور في مدينه دبدو استمع لي جيدا سي سمعني مزيان سي علي اليوم بغينا ندخلوا بن دحو للحبس قطعنا الماندا للحمداوي شنو غدا غادي ما نعرف شنو غادي نديروا والامور ستستمر بهذا العبث واش فهمت التفكير ديالي فين راه ماشي السي علي يعني هناك من يقوم ببعض الاشياء سياسيا بين قوسين ويقد هذا السيد هذا انت اللي دار لك داك المشكل نتاع لو سالير ديالك راه غدا غادي تلقى به وغادي يضحك معاك ماشي كذوب ربما ستعتقد غادي يسحب لك ماشي هو كاع في الاصل ولكن هو المسؤول ولكن سياسيا لانه انسان غير شريف ولا يؤمن بالمواطنه ولا يؤمن بالقوات بالقوى الحيه في المدينه يدفعون في هذه الامور
وكيحرشوا عباد الله باش يسبوا عباد الله. هذيك المدينة المنكوبة اللي راها عايشة في 1913 عطيني ذاك وعام ما نفهمش. 1913 بزاف عليها صباح عليك. ديك المدينة لا 1913 بزاف عليها. دابا هذا الشيء اللي بقى لنا، دابا الطبيب ما قالوا ما يدار، انا اقولها وتحمل. نعم ما السيد ما باقي يدخلوا عباد الله للحبس، ولا ربما هذاك السيد اخطا كاع. ومن بعد انت راك طبيب عندك باك بليج دوز، ما كتشدش الرشوه تكمش، خدم خدمتك صافي، ما كتشدش الرشوه ايوا خدم خدمتك. زعما بغيت تمشي في القضيه نتاع الشكايه والبطوليه، البطوله كنديروها في الخدمه، البطوله تدار في الخدمه، البطوله هي من تكمل الساعات نتاع العمل ديالك تزيد ساعات من عندك، هنا كتبان البطوله وشرف المهنه. باش نبقاو حنايا واحد السيد مسكين غلط، لا ربما غلط وفعلا شي حويجات غلط في الفيديو، انا كنقولها قانونيا غلط، ولكن ما نزيدوش نقتلوا داك السيد، عيب وعار، عيب وعار. ماشي هذه هي الطريقه نتاع ماشي هذه هي التصرفات نتاع طبيب، ولا ربما يحسن عوان داك الطبيب راه يكون مدفوع من اطراف اخرى، من اطراف اخرى. ولكن اليوم النقاش في مدينة الدبدوق خصو يكون نقاش مسؤول ونقاش عميق، ولكن هاد النقاش عميق ما كاينش، لأن الناس نتاع الدبدوق بعضهم مي كيسمعوا حقيقة الأمور كيبداو كيحرشوا عليك عباد الله. انت ما ديرش، انت بحال انا مثلا كنهضر على هاد المسائل نتاع دبدو وبداو هذاك غجدو غمريش، اش جابك لشي غمريش؟ غمريش راه مكتوب في التاريخ، دابا راه معلقة السمية نتاعو في باريس، هذاك مات الله يرحمه. دابا تكلمني على اليوم شنو كاين، اما تقد تدخل لي في النسب والشرف داك الشيء كاع ما كاينش، وما من حقكش انت كاع. الا تحاسبني حاسبني انا كشخص كمنصف الرامي، ولا حاسبت علي الحمداوي غادي نحاسبه في الميدان الثقافي ديالو. ها هي التواصل فين كيكون، علاش اليوم كنتحدثوا على المجلس الجماعي، كنتحدثوا على السيد الباشا، كنتحدثوا على وضع المدينه المزري، بغينا الخير لديك المدينه وفقط، ما عندي ما نربح. انا كنخدم في بنك، واش مي راني نهضر على هذا الشيء غدا غادي نلقى الفلوس زايده في البنك؟ انا اليوم جيت نهضر على ان السيد علي الحمداوي قطعوا له الماندا، علاش تقطعوا له هذا الماندا؟ لحقاش واحد في مدينه دبدو مشى هضر مع المجلس الاقليمي وقال له حيدها له، راه عنده دار فيها ثلاثه طبقات، حلل وناقش. يلاه جاوبني، كنسمعكش اخويا علي، راه ما كنسمعكش. دابا راك تسمعني؟ اسمح لك طرت عليك. دابا ما عليكش، ما عليكش، راك تسمعني؟ سمعتك. راك تسمعني دابا؟ سمعتك سمعتك. دابا راك تسمعني مزيان؟ وي. قلت لك اخويا الرامي انا عارف كل شيء. اللي مشى للرئيس عارفه، كل شيء عارفه، ما كنبغيش نهضر. قال لي غادي نهضر فيه. راك صاوب الميكرو مزيان اخويا علي. والو والو. دابا دابا نيجاتيف. كنسمعك. دابا كتسمعني؟ كنسمعك. الو؟ كنسمعك. قلت لك اخويا الرامي انا عارف كل شيء. راك كتسمعني دابا؟ نعم نعم. عارف كل شيء اخويا الرامي، وعارف كل شيء اللي مشى قال له واللي مشى دار له، وعارف كل شيء. وعارف العمل اشكو خروض، وعارف كل شيء عارفه. دابا كيسحبوني مانيش عارف، ولكن ماشي مشكل، الامور ديالها جايه مرحله بمرحله، وغادي تكون حوايج اللي غادي يتفاجئوا بها. المهم ما ضعناش، هضرنا على المجال الصحي. قلت لك اخويا الرامي خاص طبيب، الطبيب هذا كنلتمسوا منه انه يدير لهم التنازل ويجمعوا يطويو، لان الامور غادي فهمت اخويا الرامي داكشي اللي كنقولوا انت، لان الامور راه خارجه على السيطره، راك فاهم لافير. ان دابا الطبيب لم يكن ذكي الامور، انا في نظري نعم. في نظري ما كانش ذكي، لان بندحو كان تما كيدافع اصلا على الطبيب، رغم بعض الكلمات اللي ما خصوش كان يقولها. نعم نعم. من جاو الناس مجموعه، لا انا نقول لك علاش. من كتهضر على واحد الوضع الصحي راك كتهضر على عدد الاطباء بعدا بشكل رسمي. عارف واش فهمتني؟ عارف. ولكن دابا الامور في مدينه الدبدو تخلطت وتسيست، وهذيك المدينه ما فيهاش المراقبه، علاش حنا كنطلبوا من السلطات العليا انها تضبط
لديك المدينه المنكوبه، هذيك المدينه جايه معزوله. دابا ولاو كيديروا فيها الناس ما بغاو، السرامي ولاو كيقطعوا الناس على عباد الله، ولاو كيديروا الكولاسه، ولاو احيانا يقدوا يتعداوا على عباد الله. السرامي هذه المدينه خصها كان تفضل. اشوف اخويا، تعرف هنا تعرف ولاو شياطين الانس تبدو اوقع غير التخرويض، ياكلوا معاك ويشربوا معاك ويعطيوك للراس. زعما هذا الشيء اللي رحنا فيه ماشي هو، حنا عارفين مخرويدين كلهم في دبدو، واش راك فاهمني؟ اللي كيحرشوا واللي كيديروا ولا عارفين، واش حنا ساهلين؟ حنا عارفين كل شيء. هذا الشيء راه حشومه، هذا الشيء اللي راه مزايدين فيه ماشي خدمه، ماشي خدمه هذه كاع. ورساله للسيد رئيس المجلس الجماعي بمدينه دبدو باش يتدخل بالخير ما بين هاد القضية نتاع دوك الناس اللي اعتصموا، بين الطبيب. علاش كنشعلوا النار حنا بين عباد الله، نقطعوا الخبز على عباد الله؟ يدخل بالخير ويجمع دوك الناس لان رئيس المجلس الجماعي عنده واحد ما كنسمعكش، عنده واحد ما كنسمعكش عليه. قلت اخويا الرامي دابا راك تسمعني؟ سمعك. دابا اخويا الرامي حنايا كنبغيو ندخلوا غير بخيط بيديك. نعم. مشى الاخ وقال له ودي خصك تنازل وخادك الله يكثر خيره، وكاع الناس مشاو، الناس بزاف. وراك الطبيب الطبيب دابا حيت كيقول لك انا هانوني وطيحوا لي الهضره، خصهم يجيبوا لي شكون اللي عطاني. راك فاهم لافير انت؟ راك فاهم اخويا الرامي؟ لا فهمت، ولاني الامور مختلطه ومتبوعه بعض الاشخاص ضد اشخاص. الامور المعادله واضحه، هي الامور الان في مجراها القانوني، ولكن ما كانتش الامور كانت خصهاش الدار بالطريقه هذه. اخويا الرامي هذا الشيء كلشي دابا يتصلح. نتمناو انه يتصلح. شنو هي اخر رساله تقدر تقدمها لابناء مدينه دبدو، كل شيء بما فيهم مسؤولين او مواطنين؟ ما كنسمعكش على اخويا. ميكرو دابا اسمع اخويا الرامي. راه ما كانش اللي دمر هذه البلاد كلها قد الفقراء في المغرب. الفقراء هما سبب هذا الدمار ديال هذه البلاد وهذا الاخر. راه هما اللي كيديروا المشاكل اخويا، راك عارف الامور بلا ما ندخل لك التفاصيل. راه هما اللي ضيعوا هذه البلاد هذه، هما الفقراء. الرجل طايع على راسه، طايع غير كيشوف الحاجه كيطيحها صاحبي كيمشي معاها. وهذا المشكل اللي راه وقع اخويا الرامي، انه ولات دبدو غير قال 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 اول مره في التاريخ كتدخل هاد الحوايج. هذا يشكم بدا ودا يعطي لدا ودا يعطي لدا، ما عرفتش شنو راه وقع. حتى حنا عطاوها لنا في توريت مع رئيس المجلس الاقليمي، ياك راك فاهم لافير كي وقع. الامور هكا بدات في الانتخابات هكا، انت راك قلت لي قبيله بان هما كانوا معاك وداروا لك اللي ما كيداش في الانتخابات. واخويا الرامي انا شوف بلا ما نقول سميات هما، بلا ما نقول لك الحزب اللي خدم ضدي، انت راك عارف. عرفت ولكن خدموا ضدي، عارف. عطاوني حتى جابوا لي ما يبقاش. اخويا الرامي حق الرب عارفهم، وعارفهم اللي مشاو. معليش معليش، لا زال السي علي حمداوي صامدا وجاب الوسائل الاعلام الوطنيه لمدينه دبدو، وبانت ديك المدينه المنكوبه اللي فقروها بعض الفاسدين على مرور سنوات، وبانت المدينه وفرحنا، شافوها الناس في فرنسا من بلجيكا في المانيا. واه واستطاع تقدم واحد الصوره ايجابيه على المدينه اكثر من بعض المسؤولين الفاشلين اللي لحد الان باقيين كيلعبوا الشطرنج مع بعض مع بعض الناس اللي باغيين يشتغلوا فعلا في المدينه. اخويا الرامي شنو نقول لك اخويا الرامي، لأول مرة في هذه الانتخابات اللي هذه اللي دخلت وقع الروايين بزاف عندنا في إقليم توريت ودبدو. هذا الشيء خصو يتصفى، خصو يتصفى ما يبقاش، خص هذا الشيء كاع. أنا راه ما بقاش عاجبني أنا كاع الوضع هنايا، والله ماني نكذب عليك أخويا الرامي، راه حشومة هذا الشيء اللي راه واقع. ولكن السي اشوف انتوما كمدينة راه خصكم، راه ما خصش يكون الصمت في هذا الشيء هذا. راه انتم عطيتوا الاصوات ديالكم، نعم. لازم انكم تتكلموا على حقكم. هذيك المدينه مع من تهضر السي الرامي؟ مع من؟ يلا مع من؟ انا كنمشيو غير للرئيس كنناقشوا معاه المواضيع ديال المدينه، مع من تهضر؟ يلا
عطانا شي عضو شي فرصة هنا في المجلس البلدي، عطانا شي عضو وقالنا جو نجلسوا ولا دافع علينا على المجال ديالنا الثقافي ولا الفني ولا. يلا وري لي شي واحد يلا دافع علينا، وري لي حتى واحد. راسلتهم راسلتهم وحطيت ملفات ديال طلب الدعم وطلب كذا وطلب كذا. ما عمر شي عضو عيط لي وقال لي علي ولا قد يهضر. ما كيقدوش اخويا يهضروا مع الرئيس، ما كيقدوش. نعم. من له السلطه في المجلس الجماعي؟ من له السلطه؟ هو الرئيس وصافي. الرئيس هو اللي عنده السلطه، ولكن واسمح لي وهما اعضاء صاحبي، راهم اعضاء ديال الاغلبيه، راهم خصهم يكونوا عاوتاني واقفين. راك فاهم لافير؟ اه ماشي كاع ميتين خايفين، خصهم يهضروا ويدافعوا للناس وهذه وبزاف ديال الامورات. هما دابا كيحسبوا راسهم ماشي اعضاء. اخويا الرامي راك فاهم لافير؟ واش غير الرئيس يخدم غير وحده؟ واش الويد وحده كتصفق؟ لا ربما سي علي دابا ديالك الدرايه ديالك، كان عندي اتصال مع مجموعه من الاعضاء. راه كاين انا مثلا السي البوزيدي ناقشت معاه مجموعه من الامور، ما عندوش حتى الامكانيات الماديه باش انه يديبلاصا. وعلاش انا كنسلف كنديبلاصا السي الرامي؟ لا ما عنديش، واسمح لي انا غير فاعل جمعوي وكنسلف كنقسم لك بربي باش كنديبلاصا في الترانات ونمشي لوطيله نبات ونجيب مشروع ديال ونجيب مشروع فني العام الكامل ونجلس ورا كاع يدير. هو قاري انا شوف هو قاري وانا قسمو قريت، قريت غير الشهاده الابتدائيه وكندير حوايج كبيره اللي ما يديرها حتى واحد. هاد شت القران خويا علي غير باش نقولها لك، باش هاد الموضوع نسدوه، ما عندها حتى معنى في اطار التسيير. واه لربما انت وكان دابا راك في المجلس الجماعي وكانت عندك شويه نتاع الامكانيات وكان راك دير تريبل نتاع هاد الشيء. كنقسم لك بربي السي الرامي وكنت في المجلس الجماعي والله تندير تنعاون بالاقصى الجهد ديالي والله. يا الجمعيات الرياضيه واسمح لي، لا الجمعيات الرياضيه ولا الثقافيه ولا البيئيه ولا حوايج نتحركوا فيهم، لان علاش عندي تجربه في هذا المجال. ولكن هذوك اعداء النجاح اللي ما بغاوناش نوصلوا لذاك البلاصه، مازال ربي وفقنا ويوصلنا. سمعت؟ مازال ربي وفقنا ويوصلنا والايام راه جايه، راه الايام كدور. راه الحركه الشعبيه ضربت 36 سنه بدبدو، مشات جا الاتحاد الشرقي ضرب شحال من سنه ومشى، جاو الاستقلال ضربوا تحرم 32 عام ولا شحال ضربوا 16 عام ولا 20 عام ومشاو. راه الدنيا كدور، الدنيا دوارة السي الرامي. باش تهني وتضحك عليا، ضحك عليا وانا عارفك لان انت اللي ضربت فيا، وعارفك انت اللي درت لي المشاكل في توريت، وعارفك واخا دير لي درت راني عارفك، ولكن باش نقول سميتك ولا ما نقولها حتى يجي الوقت ديالها. احنا اللي كنتعنوا بها السي الرامي، احنا اللي كنتعنوا بها. اسمح لي السي الرامي، عطينا غير اشاره عليه بدون ذكر الاسم. راه معروف السي الرامي، السي الرامي راه معروف بلا ما نجبد نوض المشاكل. راه معروف، عارف وانا اللي دار هاد المشاكل وعارف. ولكن احنا شوف احنا في خدمه هاد الوطن، في خدمه هاد الاقليم، في خدمه هاد الشباب تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله نصره الله. احنا من غير سيدنا ما كاين حتى حاجه. شوف كاين سيدنا وكاين المخزن، اما الشيء الاخر ما كنعرفو حتى واحد. هاد المنتخبون كاين اللي فيه الشر، كاين اللي فيه الشر الله يعطيه الشر، حساده، كاين المكرهين، كاين الناس عوتل اللي الله يعمر لهم الدار، كيديروا معك المجهود ويوقفوا معك ويجريوا معك ويطاكيو معك باين الله هنا على سلعه. عارفينهم اودي السي الرامي، حنا عارفينهم اللي فيهم السمره معروف، واللي فيه الحسد، واللي كيضرب في الناس، واللي كيحرش الناس. كل شيء عندنا، ولكن ما كنقولش نهضروا، خلي على راه من الله سبحانه وتعالى. هي واحد القضيه السي الرامي، السي الرامي باش نقول لك واحد القضيه خاص بزاف ديال المراقبه. هادشي اللي كاين خاص بزاف ديال المراقبه خويا الرامي، وخاص تدخلات، خاص حوايج باش البلاد تزيد لقدام، باش البلاد تزيد. حنا كنضلوا نجريو على البلاد ونوريوها في جميع المحطات وكنضلوا نشهروا فيها، ولكن باش تجي انت وتدمرها ما بلا ما جاياش. راك فاهمنا خويا الرامي؟ دابا السي المهدي البوزيدي الاعضاء ينحصروا في اطار المداولات والدورات والمناقشه والمصادقه والرئيس يقرر. شوف حنا السي البوزيدي الله يعمر له الدار، انا احترمه واقدره لانه ابن مدرسه الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه، فيها الناس المناضلين منهم الاخ ديالو الله يرحمه
السي احمد البوزيدي رحمه الله، هذاك السيد هذاك، ولكن كنقول له فرض راسك، فرض راسك، فرض راسك، كنقولها له كنحترمه، راهم اعضاء ديال المجلس خصهم يفرضوا راسهم يبينوا حتى هما، يخرجوا يبينوا لنا شويه. راك فاهم اخويا الرامي، ما يخليوش غير الرئيس يخدم وحده، راك فاهم؟ دابا الرئيس كيجي خرجوا للسبيطار وراهم في المحكمه. شوف السي الرامي، حنا كنقول لهم حتى هما خصهم يفرضوا راسهم ويتحركوا ويعقدوا لقاءات واجتماعات مع الشباب، مع الناس، مع هادي، ويجيبوا شي حاجه، حتى هما يتحركوا ويجيبوا شي حاجه باش تعاود تسجل لهم، راك فاهم لافير؟ دابا السي علي الرامي كاين في دبدو؟ اه نعم. الرئيس متواجد في دبدو؟ خويا هو ابن مدينة دبدو أصل. متواجد واش متواجد؟ لا هو كيقول كيجي كيجلس كيجلس كيجي كيجلس هنا شي مرات 4 أيام 5 أيام 6 أيام، شي مرات يمشي لوجدة على حسب ظروف العمل، ولكن هو ابن مدينة دبدو. لا أعرف بأنه ابن مدينة دبدو، أنا كنهضر لك على الحضور يعني والتواصل مع الساكنة. يا اخويا يا اخويا اسمو نقول لك السي الرامي، انا والله الا غيعفيني من هذا الموضوع ديال هذا، والله الا بغيت غادي نعفيك اخويا. تعرف تعرف علاش؟ تعرف علاش السي الرامي؟ ليس السي الرامي ماشي خوف من شي واحد، احترام احترامه لان علاش؟ سيد راني كنعرفو هذه 20 سنه، صديق ديالي بزاف ماشي شويه، ولكن كنحترمو كنقدرو كنخليه بعيد، لان ملي كنحتاجوه كنلقاوه الله يكثر خيره في شي حوايج، كيدير شي لوجيست مليحه، ولكن كنقول لك السي الرامي ان اللي في عقلي راه في عقلي، واللي في قلبي راه في قلبي، والامور راني عارفها فين كتمشى، راك فاهم لافير. دابا غير واحد الرساله موجهه للمسؤولين، هذا السي علي حمداوي ناشط جمعاوي، ردوا له ديك الجوج فرنك اللي كنتو تعطيه له. انا ما بغاش نردوها، راه كاين السي الرامي إذا ما بغاش يردوها، كاين أمور، كاين أمور أخرى خليهم على حال. عرفت حنا كنتواصلوا بهذه الطريقة. الله يكثر خير. حتى الرئيس تاع مدينة دبدو الله يهديك، الله يهديك أصاحبي. واش ما هذا العبث في التسيير؟ واش دابا أنت اللي خصك تلم الشمل إلا كاين شي صداع راه أنت المسؤول عليه، راه ما مشى عهد الديكتاتورية وعهد البصري، دابا راه حنا راه الشركة غادي تحاسب عليها، راه المغرب الجديد هذا بقيادة صاحب الجلالة بالدستور الجديد، ما بقاش داك الشيء يحصراه، ستحاسب على أبسط حاجة، غادي تحاسب السيد الرئيس المجلس الجماعي غدا، ما غاديش يحاسبوا البوزيدي ولا واحد ولا، غادي تحاسب أنت على القرارات ديالك، وإلا ما حسبتكش الدولة غادي يحاسبك المواطن، أولا بصناديق الاقتراع المرة المقبلة، وثانيا بماذا يعني بالدعايات الفارغه اللي كنتو تعطيو يوم الانتخابات بالاوراق وبالاغاني وبالمجموعه من المسائل، نديرو ونديرو ونديرو الدور وما كنتوش تنعسو في الانتخابات. السرامي هذا هو اللي السرامي كلشي كلشي كيقول السرامي كلشي ماشي غير هما. لا لا كلشي كيقول وي، ولكن هما اللي راهم في دبدو دابا هذا الشيء اللي ايوا السرامي نعطوهم فرصه، نعطوهم فرصه راه مع دبدو هذه السنه، فهمت؟ نعطيهم فرصة خويا الرامي. شوف السي علي نعطيهم فرصة، واه هذه سنة أنا قول لي غير حاجة زادت في مدينة 12 شهر الله يرحم لك ميمتك. واش نقول لك السي الرامي؟ أنا نبلع أنا هذا الفيديو، أنا شوف أنا ما كان أنا ما كنافقش وما كنهضرش، هذه كلها مشاريع جات من في عهد الاستقلاليين، كان في عهد الاستقلاليين برمجة، واسمح لي ها وخرجت لحيد وجود، ولكن الرئيس والاعضاء يعني داروا واحد الخطوه اللي هي زينه، انهم قادوا بعض الشوارع لو كانت ديك الميزانيه جات في عهد الاولين ما غاديش تقاد الشارع، يعني داروا واحد خدموا واحد البلاصات واحد المحطات، كاين واحد بعض الساحات داروا ضويوات، ما نبخسوش الاعمال ديالهم، راك فاهم لافير. انا كنقول لك علي 12 شهر كنا نقدو نديرو فيها شي حوايج كثر من هادو اللي راه حنا دابا كنديرو. يديرو السي الرامي شنو يديرو؟ واش الميزانيه مشات ولات ومشات ولات ومشات ولات ومشات ولات، راه غير تايها في الجبال. وعلاش علي كيمشي عند وزير الثقافه ويدخل عنده للبيرو؟ ما يقدوش هما، ما يقدوش السي الرامي، ما كايناش الجرأه، الجرأه ما كايناش. هادي كنهضر لك عليه، هادي الجرأه ما كايناش، وما يقدوش اصاحبي.
انا مين كنشوف علي يدخل مع وزير الثقافه في البيرو ديالو وجالس معاه، كنقول دابا علي واش راه برلماني وانا ما عنديش الخبر في شي مدينه اخرى. ولكن في دبدوب ما كيعطيوناش قيمه السرامي. يلا هاك معليش ماشي لا دابا راهم قطعوا لك الماندا دابا باش يجيبوا لك التمام نيشان. لا داروا هذيك نيشان جابوها لي مخيره بصح معليش هو الشخص انا اعرفه اعرفه انا هذا الشخص الخبيث اللي دار لك هذه العمليه السرامي وحق ربي لا عارفه. انا عارف هو من ضمن الناس اللي حرض عليك الناس في الانتخابات. ولكن علاش رئيس المجلس الاقليمي عارفني بلي انا خدام معاهم ومشى دار ديك الخدمه علاش؟ لحقاش عنده علاقه وطيده مع هذا السيد اللي معاه؟ اذا راه قابض عليه شي حاجه ولا كيخاف منه؟ لا ربما ويبقى السؤال معلقا في تلك المدينه المنكوبه. شكرا سي علي وسلم بلغ السلام للاهل. الله يطول عمرك. امين ونتمنوا ديك الجوج فرنك تولي. شوف السرامي شتي لا ما ولات كاينه اجراءات اخرى غادي تجيو من فوق. كنقسم لك بربي تيندبو كنقسم لك بربي تيندبو وغادي ندبو على ديك جوج فرنك. رساله لسكان مدينه دبدو بعد النقاشات انا في نظري ما غاديش ندخل في التفاصيل لربما سيدي علي تكون عنده دار فيها ثلاثه نتاع لي زيطاج ولاني بعض المنافقين يعب المدينه يعني بعض نقد نسميهم مجرمين تكلموا على مهربي الاموال وتكلموا على من يسرق ويخطف الاراضي. نعم. وتكلموا من يهرب الاموال الى بنما والى اسبانيا والى السرامي. هي واحد الاشاره في السرامي ما تمشيوش للحيط. هي واحد الاشاره كاين بعض الرؤساء. نعم. اللي عند اللي راهم شادين مقالع الرمال رؤساء شادين مقالع الرمال هو ويتنافى تتنافى مع 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 الرئاسه ديالهم ولكن غادي ندخلوا في التفاصيل في الرباط ان شاء الله. شتا سي علي. نعم. غادي نقول لك واحد مزيان. نعم. انا مازال نبداو ان شاء الله ونتغدى قهوه وانا وياك ونفس الكلام غادي نقوله تما. اروع مرحبا بك. طول عمرك. بعض الناس في مدينه هما اليوم في التسيير الغنى ديالهم غادي يتزاد الغنى الشخصي وهما دخلوا للمجلس الجماعي غير باش يخدموا جيبهم ماشي باش يخدموا الناس. والتاريخ بيننا سي علي غادي تعرف التفاصيل من بعد شحال من واحد دخل لديك البلاص غير باش يجيب الاستثمارات ويدير علاقات مع بعض المجموعه نتاع الناس ولا ربما واحد السيد راه بدا كيدير علاقات كبيره في اطار البناء ونحن نعرفه وكان عارف الفانتي اللي راه باغي يشد حنا غير واحد ولين حنا اما غادي تخدم المصلحه نتاع مدينه دبدو اما غادي نبقاو موراك غادي نبقاو موراك غادي نبقاو موراك حتى تحبس لان هذاك المجلس الجماعي امانه في عنقك الصوت واحد امانه في عنقك صوت عليك المواطن باش انك ما قلنا لكش دير له باش ما نكونوش عدميين قلنا لك غير وصل الصوت ديالو غير ترافع على الصوت ديالو. نعم. لا انت بتحطها تما البخ الخاوي ولا ربما لا ربما كاين شي واحد منهم ما ينزلوش يقولوا حتى السلام من لافواتور ديالهم. اصلا نقول لك السرامي السرامي الا سمحت لي نقول واحد الكلمه الله يعطيك الخير. راه اما الزبد فيذهب جفاء يعني راك عارف هاد الامور راه اللي كيصلح هو اللي كيجلس في الارض والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء والظلم والظلم ظلمات يوم القيامه وكيقول لك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ياك هذه الثانيه أكيد. والثالثه احنا رحنا ضد اي واحد لربما انقطع الصوت مع الخط مع السيد علي الحمداوي نتسناو السي علي الى قدر يرجع. كنشكر جميع سكان مدينه دبدو والهدف واحد من النقاش هو ان هذا النقاش نقاش بناء لا علاقه له بالفتنه حتى واحد ما كيبغي الفتنه. الحمد لله راني عايش في بلاد وخدام متزوج وعندي بنيه ما عجبنيش الحال على ديك المدينه اللي فيها الاجداد ديالي بغيت نتكلم عليها بطريقه عاديه
وهذه الامور كنت نتكلم عليها من الانتخابات. يعني نحن ندافع عن الطبقات المسحوقه كما كان. اليوم قطعوا الصالير، قطعوا هذا المنضع على السي علي، خصها تولي له. احنا ندافع عن الجميع، والسيد الطبيب كذلك. الله ينعل الشيطان، يعني ما هذا العبث؟ قلناها قبيله، واش صافي تقالت كلمه نبقاو نطوروا نطوروا؟ احنا قلنا شنو كاين، اللي كيبغي يتزايد كيتزايد بالخدمه وكيبين الخدمه. انا لا بغيت نبين راسي في شي حاجه، نبين انني انسان اجتماعي، واخا واحد غادي يجي يقول لي انت شفار ولا ماشي مشكل، غادي نواصل الخدمه ديالي. انا مقتنع، مقتنع انني ما كنشدش الرشوه، الا مقتنع فعلا ما كنشدهاش، علاش غادي نمشي نصعد في الامور؟ زعما كما كنقولوا في مدينه الدبدو، واش طيحوك من القياده؟ ما طيحوكش من القياده، راك باقي طبيب، الدبلوم ديالك راه مكتوب. الواحد يفش شويه، يطيح شويه الكتاف، ونحسو بالانسان، الانسان كانسان نحسو به، والانسان كيخطأ، ولا احنا غير اللي بغرق شويه نزيدو نغرقوه، غير اللي شفناه شويه كنزيدو نوطاو عليه. ما دابا هذه هي الدول، علاش الدول ديالنا فاشله؟ لان كنورطوا بعضياتنا. اللي شفناه خطأ في شي حاجه خصنا نورطوه، نعطيوه واحد، عطيناه للرجل اليمنى خصنا نزيدو له اليسرى، ما كنوقفوهش. لربما نمشي نتواصل، سي بن دحو يعرفه الجميع، ما زعما بدون تعليق. شي حوايج انا ما بكل صراحه لا افهمها في تلك المدينه المنكوبه فعلا. منتظر سي علي الحمداوي. السي علي دخل اللايف، دخل دخل، راني نستناك. يا غنحرج السي المهدي البوزيدي، غادي نحرجو باش يطلع معانا إلا تمكن، إلا تمكن. السي علي الحمداوي هو معانا كذلك. ديليس. السي علي وي وي راني نسمعك. ما كان نشوفكش كما قبيله. هاين اخويا هاين. هات فين وطينا كاع قبيله. اسمح لي. واه. والله ما عرفت فين النقطة كاع. مش بارطاجي. لا 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 غير اصبر، ما دير والو. واخا هذا الخيط ما خدام. عاود نصوني لك. انت دابا ما كاينش وي الصورة. سي علي، واخا ما كاينش الصورة معليش، غير واحد القضية باش نكون متفائل. السي علي كتفهمني؟ راني كتسمعني؟ نسمعك. واه غير دابا واحد القضية شرت لها قبيلة على قضية الأعضاء، باش نكونوا صريحين، باش ما ندخلوش في موضوع آخر. انا كنت باغي نقول للسي علي الحمداوي ان يعني الاعضاء، باش يكونوا الدبادبه عارفين هذا الموضوع، بان التفويضات تحيدت الاعضاء في الشهر الاول، يعني من الى عالجنا هذه القضيه. نعم خويا. الو السي علي نعم الحمداوي، نعم نقول لك السي علي بان الاعضاء دابا حاليا هما متوقفين، ما عندهم ما يديروا. ليكن في علمك السي علي بان التفويضات تحيدت الاعضاء شهر من بعد راه عندي الانتخابات. الخبر بلي تحيدت لهم كيفاش غادي يشتغلوا بلا تفويضات؟ يا خويا. الرامي شوف، ما عرفتش انا هذا القانون هذا اللي كاين، ما عرفتش هذا القانون والله، ما عرف فيه غرام بالله.
دونك مين تحيد التعويضات اللي كيقولوا لهم الاعضاء، يعني راك ما باغيش تشتغل معاهم. فهمتني السي علي شنو بغيت نقول لا لك؟ فهمتك فهمتك. حنا كنهضروا لصالح المدينه، ما كننافقوا ما كنكذبوا، حنا بغينا هذا السيد يتقاد يرجع للطريق الصواب، طريق التسيير الصحيح. دابا السير، ما بغينا دابا السير رامي نعم ملي كتهضر معاه كيقول لك اودي عندي عاوتاني حوايج ديالي، وكيقول لك عندي انا علاش قلعت لهم التفويض، قلعت لهم التفويض لان كاينين حوايج وكاين كاين كاين كاين. واش راك فاهمني اخويا رامي؟ حتى هو عنده تبريرات، دابا يعني دابا تسمع 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 منه السير رامي، تسمع منه عاوتاني هو دابا باش ما نضربوش فيه، فهمت؟ ما كنضربوش، الا بغى يجي يتواصل معنا مرحبا به. راهم ملوك ورؤساء قدهم قداش وتنازلوا على السلطات تسي عليها. راني فاهم راني فاهم راني فاهم اخويا. عاد فين حنا مع مدينه؟ اودي يصاوبوا غير ديك المدينه ويرجعوا للشباب الحق حق بما فيهم المنضان تاع السي علي الحمداوي. وهذه انا هذا المنضان تاع السي علي الحمداوي غادي نهضر عليه دابا 15 يوم. تامن برب ما غاديش نرضي السي الرامي، تامن بالله نعم وحق الله العلي العظيم الى في العيد الكبير الى خويا اللي عيط لي. انا بلا ايوا هذه كانت هذه عمري بغيت نقولها كاع، وكانوا يتفرجوا فيا ما عنديش فرنك، والولاد بلا مصروف وكانوا يتفرجوا فيا. شكون اللي كان يعاونني من ماله الخاص؟ شكون هو؟ قول لي من النائب البرلماني عبد الرحمن الساري كل سيمانه يعطيني باش نصرف. انا هذه قلتها نيشان كاع. يلا هذه ما كنتش باغي نقولها واني قلتها. النائب البرلماني عن مدينة التوريد. واي واي الله الدار غادي تجيب لك المصروف، تما غادي دير لك الدار انت بني في الدار وتقعد فيها وتخلي ولادك بجوج خمسة الاولاد، والبنت تقرا في الجامعة والبنت عندها الدبلومات والاخرى خمسة الاولاد. يلا ما راعوش السر رامي، ما راعوش داك الشيء كاع ما داوهاش فيه. ومنين مشيت رئيس المجلس الاقليمي كيقول داك التقني سني وداك التقني كيقول له ما تسنيش، وكانوا متفقين عليا كاع هما ربع وانا عارفهم من العمل وروح جاي. حتى الرئيس مش تقني الفلان، راك عارف فلان شكون هو. كانوا متفقين وكانوا كيضحكوا عليا، فهمت؟ نعم اي والله هالدار. يلا احنا بنينا هالدار، واش معنا انا وخوتي وما وبا وربع باش جمعت باش بنينا ديك الدار. يلا وديك الدار غادي تصرف عليا ولا تصرف لي على ولادي؟ لا وهاد الناس ما بغاوش يفهموا، ولكن غادي ندخل معاهم في حوايج كبيره ان شاء الله. هي الامور واحد في واحد الوقت معين راه خصها تسمى بالاسماء ديالها. السي علي اشوف هاد الناس اعرفهم السي الرامي واحد واحد، اقسم لك بربي اللي عارفهم. واش راك فاهمني؟ نعطيك ثلاثة تاع الأسماء، تعطيني غير واحد الكلمة في حقهم في مدينة دبدو. قول لي. المرحوم حميدة. حمادة غمريش. نعم. كان إنسان رائع صاحبي، وكان أخ، ومن الناس اللي كانوا غيورين على هذا الوطن، وكان يحب الملك ديالو والبلاد ديالو، ولكن مسكين ما تعطاش الحق ديالو في بلاده، أنه كان مسكين فقير جدا. واخا غنى على الصحراء، واخا غنى على كذا، واخا غنى الناس هادو ما عطاوش قيمه وما زيدوش قدام، بحال بعض الفنانين اللي مساكين ماتوا وما عندهمش حتى فين ينعسوا. محمد غمريش رحمه الله كان من الفنانين الكبار اللي كان عندنا بهم، وكنا نحترمهم وكنا نقدروهم رحمه الله. رحمه الله. السيد بن دحو شكون فيهم؟ بن دحو مثلا محمد الذي يشتغل بالمجلس الجماعي. سي محمد انسان ابن المدينه ابن المنطقه، موظف لدى المجلس الجماعي ديالو، حنا كنعرفوه وكنحترموه وكنقدروه، كان نجالسوه انسان متواضع ومع الناس ما غادي نقولوا فيه. المختار حمداوي رحمه الله. المختار حمداوي كان من احسن الشباب في منطقه دبدو، كان من الناس ديال الخير، كان يدير الخير بابناء المنطقه، وكان انسان غير على هذه المنطقه هذه، وكان يدافع عن الناس فيها عليه فيها، والقدر ديالو انه مسكين حرق وتوفى رحمه الله.
نزيدوا اسم اخر، كنا دايرين ثلاثه، نزيدوا الرابع باش نختموا هذا مرحبا النقاش هذا اللي كان جاي. سي محمد بن عماره. سي عبد الله بن عماره، ولا ياك بن عبد الله، عبد سي بن عبد الله بن عماره. عماره اوكي. مناضل استقلالي ناضل في صفوف حزب الاستقلال في مدينه دبلو، ويرجع له الفضل في بعض التنميه، بعد التنميه بعد المنطقه ديال دبلو، وانسان اللي صديق وعزيز وصاحب افضال علينا، كنحترمه وكنقدروه. كان معكم منصف مدينة بوردو في لايف مع السيد علي الحمداوي متضرر اليوم. شكرا على سعة صدرك سي علي الحمداوي، بلغ سلامي للجميع ولعائلتك المحترمة، ولنا لقاء إن شاء الله في فرصة مقبلة، شكرا وتحية لساكنة شكرا مدينة الله يكثر خيرك، بارك الله فيك. احنا نهارك كنشكرك سعيد بزاف على بزاف. اللقاء. مرحبا مرحبا، وإلى الله اللقاء. يكثر خيرك. شكرا شكرا شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.